صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قرار رقم 25 لسنة 2018 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم 32 لسنة 2011 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، وقرار رقم 26 لسنة 2018 بشأن استبدال عضو في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بهيئة جودة التعليم والتدريب. ونص القرار الأول رقم 25 في مادته الأولى أنه يستبدل بتشكيل اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية الوارد بنص المادة الأولى من القرار رقم 32 لسنة 2011 النص الآتي: تشكل اللجنة برئاسة البروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة وعضوية كل من السيدة عائشة عادل البلوشي ممثلا عن الخدمات الطبية الملكية نائبا للرئيس، السيدة سيمة محمد زينل ممثلا عن وزارة الصحة، السيدة رؤية محمد العباسي ممثلا عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، السيدة رحاب أحمد النعيمي ممثلا عن وزارة الصحة، السيدة وجدان صالح منيزل ممثلا عن وزارة الصحة، السيد فادي سمير أيوب ممثلا عن مستشفى الملك حمد الجامعي، السيدة فهميدة خانم محمد ممثلا عن مركز محمد بن خليفة بن سلمان الخليفة التخصصي للقلب، السيدة آيات شوقي الخير ممثلا عن وزارة الصحة مقررا للجنة. ونص القرار الثاني رقم 26 لسنة 2018 في مادته الأولى أنه يستبدل الأستاذ الدكتور سمير العتوم رئيس الكلية الملكية للجراحين جامعة البحرين الطبية بالدكتور مازن محمد جمعة كعضو عن الجامعات الخاصة في عضوية اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بهيئة جودة التعليم والتدريب، وتكون مدة عضويته في اللجنة لنهاية مدة سلفه.